طبعا احنا ما زلنا مع حضراتكم في متابعه اصداء واجواء ما بعد انتهاء مهرجان العالم عالمين، ودايما نحب نعرف اراء المشاهير والنجوم اللي شاركوا في هذا المهرجان. دلوقتي هنشوف اراء مشاهير ولاعبين لكره القدم شاركوا في فعاليات مهرجان العالمين في هذا المهرجان. خليني اقول لك انا سعيد جدا 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 بالتجمع اللي موجود، بكل النجوم اللي موجوده، بالجيل اللي هو لعيبه كتير حققت انجازات ونجاحات لبلدها ولانديتها. فسعيد جدا بكل الكباتن اللي موجودين، لان يمكن احنا بقالنا فتره التجمع ده ما حصلش. مبسوط جدا جدا باستعاده بقى الذكريات، وان احنا قعدنا بقى نحكي في ذكرياتنا القديمه. الناس كلها مستمتعه اللي موجوده، ندعو الناس كلها ان هي تيجي وتشوف العالمين الجديده، لان فعلا في نجاحات كبيره جدا موجوده على ارض مصر. احنا بنبعت رساله ان في مكان أو مدينة جديدة اتعملت، وبنبعت مسج بيقول للناس تعالوا شوفوا استمتعوا بالأجواء اللي موجودة. مش كده وبس، كمان أنا سعيد جدا جدا بإن في سياحة أجنبية كمان موجودة، وده اللي يمكن أسعدني بشكل كبير جدا. فده دورنا المجتمعي إن احنا نيجي النهاردة ونساند بلدنا في إن احنا النهاردة زي ما أنت قلت إن احنا نعمل ترويج سياحي من خلال المباراة دي. وأنا زي ما قلت لك الناس كلها موجودة والناس كلها مبسوطة، وده شيء يسعدنا قبل شيء. حاجة طبعا على مستوى عالي جدا، وحاجة جديدة من نوعها ان انت بتعمل تحدي على الكره الشاطئيه بالنسبه للجيل الذهبي. يمكن تقريبا اغلبيه اللعيبه كلهم طبعا نجوم وكباتن كبيره، لكن ما لعبوش شالنج او تحدي بالشكل ده قبل كده. اجواء كويسه، يعني اهتمام كبير جدا من الناس المسؤوله، حضور جماهيري على اعلى مستوى، تغطيه اعلاميه كبيره جدا. فيعني مش عايزين نحسد الناس، بس ان شاء الله باذن الله اتمنى ان الامور تخرج في السياق اللي الدوله بترتب له الفتره اللي جايه. يعني لازم نشكر المسؤولين في الدوله ان يحولوا المكان ده للشكل الجميل اللي احنا شايفينه، حاجه فوق الوصف يعني. فلازم نشكر المسؤولين في الدوله، العالمين الجديده حاجه فوق العظمه يعني. فحدث جميل وكل الناس مبسوطه، وفي تفاعل كبير جدا من الجمهور، ورجعتونا ورا شويه حلوين يعني. بنشوف النهارده مصطلحات في المدرجات، عايز تهده هات لي جده، والحضري والصقر وكابتن حازم امام، في نجوم كتير هنا جدا يعني. لا الصراحه كان مهرجان حاجه جميله جدا ومشرفه، ويعني واتبسطنا الصراحه، وشفنا لعيبه برده قدام، وبرده رجعوا لينا حاجات ذكريات قديمه يعني، بس حاجه جميله الصراحه ومشرفه. والله حاجه جميله جدا، واحنا يعني متعودين من الناس دي لما نيجي نتفرج عليهم كانوا بيفرحونا زمان. منتخب حسن شحاته 6 و8 و10 شفناهم تاني من جديد، كانوا وحشينا كلهم، فكرونا بالبطولات بتاعت منتخب مصر كان بياخدها، والتنظيم كويس قوي، والموجودين الجمهور بيشجع بطريقه حماسيه كويسه، وحاسس ان كنت في الاستاد اصلا دلوقتي، والناس كلها مبسوطه، وجو الساحل جميل، والعالمين حاجه نظيفه جدا وجميله، و يعني بصراحة مبهرة وبتشرفنا قدام العالم كله يعني. لا بصراحة كان حاجة كويسة جدا، حاجة ما حدش كان متوقعها أصلا. كنت جاي كده يعني مش فاكر إن الموضوع هيبقى حلو للدرجة دي. اللعيبة كلهم بيلعبوا بحماس، الماتش كأنهم بيلعبوا فعلا بجد.